احنا بنرحب بيه معانا طبعا كابتن ابراهيم عبد الجواد المتحدث باسم مهرجان العالمين. يا كابتن برحب بيك طبعا وصباح الخير عليك، ويعني بنبارك لك طبعا بالمهمه الجديده، واحنا عارفين ان هي طبعا يعني تكليف مهم جدا، بس ان شاء الله انت قدها. صباح الخير الأول. صباح الورد محمود، صباح الفل عليك وصباح الفل على كل زمايلنا اللي في الاستوديو، على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. البرنامج ده تحديدا ليه معزه كبيره جدا 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 عندي، لان ده اللي انا ابتديت فيه في التلفزيون المصري في 2008، فصباح الورد والرضا والجمال على كل المصريين. ليلة الشرف طبعا يا كابتن، وتعليقك بعد اختيارك طبعا كمتحدث رسمي باسم مهرجان العالمين الجديد. بص، حاجة طبعا تشرفني وحاجة أكون فخور بيها، والكلام ده مش كلام يعني كليشيهات، لأن أنا لما جيت هنا وشفت حجم المجهود اللي مبذول، ده أنت تتمنى أن أنت تبقى ولو ترس إيه، تبقى بس مسمار في المكنة اللي أنا شايفها هنا. يعني اللي حصل هنا على الأرض، الناس برضو مهما الواحد وصف ومهما الواحد اتكلم، فعلا اللي شاف غير اللي سمع، فالواحد انه يبقى جزء ولو بسيط من حاجه زي دي حاجه تخلي الواحد متشرف وفخور ومبسوط. يعني